والله فيما يخص الكلام اللي قاعدين نسمعوا فيه على الساحة الإعلامية، ما فما مجموعة أساس من الصحة صحيحة. إحنا عندنا فترة ما انتصرناش، معناتها عندنا صحيح أزمة نتائج، ما نقولوش أزمة فنية لكن نقولوا أزمة نتائج. نلعبوا بالباهي، نلعبوا مزيانين، لكن الله غالب ما موناش موافقين، الحظ ما معاندنا شوية. الوليديات عندنا دي جوار معناتها ممتازين، ما مش مقصرين، والدليل على انهم هما نفس لي جوار اللي حصلوا 10 نقاط في المرحله الاولى، هما نفس لي جوار مع نفس الستار تكنيك، مع نفس الاداره، مع نفس الجمهور، لكن فتره متاع فراغ على مستوى النتائج. عارفين احنا كل فريق لازم، فما فرق مرت بها بدايه الموسم، فما فرق مرت بها لحد الان، فما فرق ما خرجت منها، فرق ما زالت ما خرجت منها. نقولوا زوبعه في فنجان، هذا عادي، احنا الامور فنيه نعرفوها ونعرفوا عنها ثقة من الناس. بالنسبة لي قال أو ما فماش قال ما فما حد شيء. احنا اليوم تدربنا الساعة 10:30 الصباح، اللاعبين كل موجودين ما عدا عبد الصمد المباركي، التحق بالمنتخب ونتمنى له حظ موفق وان شاء الله ربي يعاونه. صحيح كان لي حديث البارح مطول مع رئيس النادي سي صادق بعزاوي، ولا سي مع سي نور الدين بوشحاتي، على اساس انه حاولوا نظافر جهود الكل باش نخرج من الوضعية هذه، وما فما حد شيء من الفترة الحالية. نقولوا كل شيء على ما يرام، والايام القادمة كفيلة بانها تقول اذا فما نتائج ايجابية نستمر، واذا فما نتائج ايجابية نعرفوا اللي الصديق الوحيد للمدرب هو النتائج، هي اللي تصادقه وتخليه انه يستقر ولا ما يستقرش. لكن ديما نعاود نقول هذه كرة القدم، لو كمال الزواغي او المدرب تصير عليه الاشاعات هذه، ولو كمال الزواغي او المدرب ولا اخر مدرب انه مشي، حتى لو فما صار طلاق مع الفريق بالتراضي يكون اخر مدرب. معروفة كرة القدم فيها ديما تنقلات وفيها ديما نتائج، كسوة تكون ايجابيه ولا سلبيه، لكن احنا البيلون ديالنا نقولوا نتائج ايجابيه على الاوبجيكتيف جينيرال اللي قاعدين نخدموا به. عندنا 10 نقاط،